بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يعني هناك فيلسوف فرنسي يدعى رينان يقول إنني كلما رأيت المسلمين وهم يصطفون صفوفا في صلاة الجماعة تحسرت على أني لست مسلم، أو كلاما هذا معناه، كلما رأيت المسلمين يصطفون في صلاة جماعة تحسرت وتأسفت على أنني لست بمسلم. يعني نقول ما كان يمنعك، باب الإسلام مفتوح. فالمهم، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وكثير من الكفار إنما يسلمون بسبب منظر المسلمين في صلاة الجماعة. ولذلك نلاحظ الإعلام الغربي إذا أراد أن يسخر من المسلمين أو يشنع عليهم يتحرى المصور أن يتجنب الصورة الحقيقية للصلاة، إما يتعمدون تشويه صورة الصلاة عند المسلمين كأن يظهرهم بصورة الذين يرفعون أيديهم هكذا وينحنون هكذا وهم واقفون، أو يأتون بصورة منفرة جزئية في نظرهم. لأن لو أي إنسان عاقل إذا رأى هيئة صلاة المسلمين لعلم أن الله لا ينبغي أن يعبد إلا بهذه الطريقة، كلها تعظيم وخشوع ومناجاة لله سبحانه وتعالى. أعظم أسباب إسلام يعني العدد الغفير من الكفار ما أسلموا إلا بسبب أنهم رأوا المسلمين وهم يصلون في صلاة الجماعة. وقد نغفل نحن عن التأمل في هذه الحكم، أما هؤلاء من خارج فيتأملونها يعني بدقة. كان يصلي معنا هنا في رمضان شاب يوناني ما يعرف كلمة واحدة في اللغة العربية، كان يعني يصبر مع الإخوة إلى الساعات الأخيرة من القيام. فهذا الشاب كنا نسأل الإخوة جلسوا معي يسألونه عن سبب إسلامه، فيقول لا شيء، رأيت المسلمين يصلون فأحسست أن هذه الطريقة التي لا يعبد الله إلا بها، واضح. فبدأ يصلي، ما دعاه أحد، فلما بدأ يصلي يركع ويسجد ويفعل مثل ما يفعل المسلمون شعر في يعني هذه الروحانية، وشعر بسمو روحه وبمعاني عظيمة جدا، فأداه ذلك إلى الإسلام، وهو ما يدخل اللغة العربية ولا غيره على الإطلاق. كان يعني في دعوته للإسلام كان مما فعل، أراد أن يزور بعض الناس اليونانيون هنا في الإسكندرية. فالمهم يعني ذهب هناك ليدعو يعني إحدى النساء إلى الإسلام يونانية، فقلت له ماذا قلت لها؟ قال أنا ما قلت لها شيء، أنا فعلت ما حدث معي. قلت لها ما تجادلي كثيرا، لا تناقشيني كثيرا، لكن جربي صلي مثل ما يصلي المسلمون وانظري بماذا ستشعرين. شقيقته أسلمت بنفس الطريقة، دعاها إلى الإسلام، هو هذه مذهبه في الدعوة للإسلام، أن يقول ادخل في الصلاة وصلي مثلنا وشوف هتحس بإيه أو ستشعر بماذا. والقصص في ذلك في الحقيقة كثيرة جدا. فالشاهد هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، صلاة الجماعة والهيئة التي يصطف فيها المسلمون تحطم تماما الفوارق الاجتماعية بين الناس التي لا يجعل لها الإسلام ميزانا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سيد الوزير جنب الملك، جنب الخادم، جنب العامل، جنب الخبير، كله الغني مع الفقير، الشاب مع الشيخ، يصطفون في صفوف واحدة متساوين أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا لا فرق بين لون ولون، ولا بين جنس وجنس، ولا بين عنصر وعنصر، ولا بين مكان ومكان. فركعة الفجر أو ركعات الظهر مثلا هي لم تزد شيئا عندما يؤثر المرء أداءها في جماعة عن أدائها في عزلة. يعني الصلاة في الفجر تصلي ركعتين في البيت، هم ركعتين في المسجد، نفس الصلاة. الظهر نفس الشيء، أربعة إذا صليتهم في البيت هم أربعة في المسجد بنفس الهيئة وبنفس تفاصيل الصلاة كصلاة. ولكن مع ذلك فقد ضعف الإسلام أجرها 20 مرة أو يزيد عندما يقف الإنسان مع غيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. بلا شك هذا إغراء شديد بالانضواء في داخل هذه الصفوف، ونبذ العزلة ونبذ الانسلاخ من المجتمع المسلم، ودعوة إلى الاندماج في إخوانه والامتزاج معهم. بهذا يحصل السواد. إذا ألف المسلمون أن الشخص الفلاني أو يرى إخوانه دائما في المسجد، إذا تخلف واحد فيكتشف تخلفه، ربما يكون يعني مرضا، ربما أصابته أي مصيبة وما شعر به أحد. فما هو المقياس الذي يعرفون به؟ هو صلاة الجماعة. إذا تخلف إذن في شيء، فيبدأون يسألون عنه ويتتبعون أحواله. إذا أراد الشيطان أن يغتاله وينفرد به ويقصيه عن إخوانه، فيحس إخوانه ذلك من البداية، فيتدركون ذلك بزيارته ونصيحته وغير ذلك. في هذا التجمع
لا بد من فوائد. يعرف الكبير أو يعرف الكبير في المجتمع الإسلامي فيقدر، والفقير فيعطى، يعرف العالم فيسأل، ويعرف الجاهل فيتعلم. وفي صلاة الجماعة يعرف الذي لا يؤدي الصلاة، إذا كان إنسان في صلاته أي نوع من التقصير أو الخلل سيجد من ينصحه من إخوانه يعلمه كيف الصلاة الصحيحة. كذلك المتكاسل ينبه إلى يعني نبذ هذا التكاسل. أي نعم. بلا شك أيضا أن أحد مواضع إجابة الدعاء هي مواضع تجمع المسلمين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام صلاة العيد أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وقال في الحيض أما الحيض يعتزلنا المصلى واشهدنا الخير ودعوة المسلمين، لأن هذه المواضع أي تجمع يجتمع فيه مسلمون مثل ما نحن فيه الآن أو مثل ما يكون في صلاة الجمعة أو غير ذلك، هذه من مواطن إجابة الدعاء، تنزل البركة حيث يجتمع الموحدون والمصلون خاصة في مجالس الذكر وحلق العلم وهذه العبادات المباركة، تنزل البركات والرحمات من عند الله سبحانه وتعالى، فتنشأ بهذه التجمعات الوحدة والمحبة والإخاء بين المسلمين، وتجعل منهم كتلة متراصة تنشئ فيهم المواساة والتراحم وائتلاف القلوب، وتربيهم على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات.